للناس اللي بتحب الرنجة، السلطة دي هيحبوها جدا لما بعمل او لما بنتجمع يعني في اي مناسبة، خصوصا شم النسيم والاعياد الحلوة بتاعتنا دي. تعالوا نشوف سلطة الرنجة مقاديرها عبارة عن ايه. معايا كيلو رنجة فيليه ومتقطعة مكعبات كده صغيرة زي ما انتم شايفين. عايزين تطلعوها على النار تطقطق ماشي، عايزين تعملوها على البارد ماشي، عايزين تحطوها على الحمام بخار برضو ماشي براحتكم، بس انا بصراحه بحبها على النار بتاخد شبخه كده وريحه حلوه. عندي بصل احمر مفروم ناعم، عندي بصل اخضر مفروم، فلفل الوان وقرن فلفل حامي وده اختياري، عندي نص كوبايه كزبره مفرومه، ربع كوبايه عصير ليمون وشويه زيت ونص كوبايه طحينه خام، بس مفيش حاجه تانيه. بصوا طحينه خام، الطحينه العاديه خالص بنزل بيها كده في البوله، بعمل زي يعني صوص او دريسنج للسلطه دي بيبقى روعه، واقدر اعمل الصوص ده لاي نوع سلطه مش لازم رنجه. وعصير ليمون، عصير ليمون فريش طبعا، وشويه ملح بسيط قوي عشان بس كميه الخضار، فلفل اسود، وهزود شويه زيت. ونضرب كل الكلام ده مع بعض وابتدي بقى اظبط الميه. هتلاقوا ان القوام تقل شويه عادي بالميه، هيفكوا ميه بارده، مش هستخدم ميه سخنه ليه، عشان عايزه اكل السلطه على طول. بصوا هتعمل عندي ازاي، بفضل اقلب فيها لحد ما تنعم خالص، زي فكره سلطه الطحينه. يعني في ناس بتعمل سلطه الطحينه بالميه السخنه، وفي ناس تعملها بالميه البارده. بصوا القوام عندي بيتقل ازاي، كل ما ازود ميه كل ما هيظبط. نجيب معلقه كده اوريكوا ايه القوام بتاعها. بصوا كده، دايما اقول لكم خلي الصوص ليه سمك، ما يبقاش خفيف. ليه؟ عشان يمسك على الخضار بتاعي اللي موجود. انا بالنسبه لي لونها مظبوط جدا، متبله بشويه ملح بسيط عشان الرنجه ملحها عالي، بس خلاص مش محتاجه اي حاجه تانية. محتاجه بقى نميكس كل الحاجات دي مع بعض عشان تبقى عندي السلطه جاهزه. بعمل ايه، بحط الفلفل الالوان، نجيب كده معلقه ننزل بكل حاجه موجوده، البصل الاخضر وشويه كزبره او بقدونس. السلطه دي يعني بصوا هتتخانقوا عليها من حلاوتها، طعمها بيبقى روعه. وسنه فلفل حامي بقى، ونقلب كل ده مع بعض، نقلبه كده كويس، ونروح نازلين بالرنجه وبس خلاص. وكلي احلى سلطه رنجه. في على فكره سوبر ماركت مشهور قوي بيعمل السلطه دي بالتفاصيلها، يعني بنفس الخطوات دي. فانا ما سكتش لما سالت الشيف اللي موجود، قلت له انتوا بتحطوا ايه في سلطه الرنجه مخليها طعمها كده، هي التوليفه دي. فخلاص جبت لكم جزء سر الوصفه عشان تجربوها في البيت وتبقى زي بتاعه بره بالظبط. ناخد بقى الجمال ده كله، طبعا الكميه براحتكم، ممكن اعملها واشيلها كمان في الثلاجه شويه تتشرب اكتر واكتر. ناخد كده وادي معلقه تانيه واقلبه بقى الجمال ده كله. عايزه ربع رغيف متقمر وبس، مش عايزه اي حاجه تانيه. شايفين الجمال؟ يعني هي بتقول دلوقتي كليني وبس خلاص. ناخد مثلا الطبق الحلو ده وننزله، تحفه. اللي مش هيجربها فايته كتير قوي.